بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم نتحدث ابتداء من الآية 33 من سورة النجم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. طبعا قد ما بنقدر اليوم. في البداية أحيانا أهل التفسير بيذكروا سبب للنزول، وأحيانا نجد إنه هذا السبب لم يصح، ولكن بتجد ممكن أهل التفسير يتمسكوا بسبب لم يصح لأنه بيجدوا بيساعدهم في التفسير. فإحنا بالنسبة لهذه الآيات مش راح نتعرض إطلاقا لما يروى في كتب التفسير من أسباب نزول، يعني حادثة بتكون حدثت فنزلت الآيات، مش راح نتعرض لها الكلام لأنه لم يصح. وأحيانا تدرك أنه لم يصح خصوصا لما تجدهم بيقولوا قيل الوليد ابن المغيرة وقيل فلان وقيل فلان. احنا الآن هذا كله بيعنيناش ما لم يصح. أفرأيت الذي، ثم الكثير منهم تأثر بسبب النزول الذي لم يصح فقال إنه الذي هو فرد معين، مثلا الوليد بن المغيرة أو فلان أو فلان. لا أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى. خلينا نبدأ شوي من أكدى بعدين مردنا نرجع، لأنه ممكن أكثر كلمة ممكن تكون غريبة عليكم اللي هي أكدى، ونادر ما تستخدم أكدى. يبدو أنه كانوا زمان لما بيحفروا الآبار هو يحفر بتطلع له صخرة بسموها كدية، صخرة صلدة. بالنسبة لمعاول زمان صعب انه يفتتها، صلبة كثير، فبتوقف عن الحفر، ما بيقعدوش يحفروا هون، بيمتنعوا عن الحفر لانه تصدت لهم كدية، جميعها كودة
جمعها كودة، إذن هي صخرة صلدة بيحفروا فبتواجههم فبيمتنعوا عن الحفر، فصار معناته اللي لاحظوا أعطى، أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى. بعد شوي بتصير واضحة أكدى، هل فيها معنى الامتناع؟ بعد العطاء امتناع، وأي امتناع؟ واضح أنه بده يكون الامتناع الشديد، الامتناع اللي فيه شدة وغلظة، تمام؟ أكدى. إذن مش هو أعطى ثم امتنع، أعطى ثم امتنع، لا، أعطى وأكدى. نجيها إن شاء الله. أفرأيت، هذا التعبير على فكرة ورد في القرآن الكريم كثيرا، أو مش كثير كثير، إنما يعني أقصد تكرر، زي أرأيت الذي يكذب بالدين، هذه أرأيت أحيانا تستخدم في التعجب، كيف لما نقول إحنا محتاجين نقول في الإشي اللي بدنا نخبرك فيه مستغربين، يعني نتعجب من الموضوع، من كله منقول شفت شو يعني شفت؟ شوف بالله هلا، شوف بالله مش هيك؟ شفت. وهذا ايضا اذا تعجب، او احيانا تكتب معنى يعني اخبرني عن هال. افرأيت فيها هون تعجب من شأن هذا الانسان اللي بده يتكلم عنه. طب هذا الانسان شخص بعينه؟ لا، انما هذا ممكن يتكرر في الزمان والمكان، كثير في المجتمعات يتكرر امثال هذا، زي قضية أرأيت الذي يكذب بالدين، يعني كأنه بده يقول لك اخبرني حسب مقاييسك انت مين المكذب بالدين. انت بتعطي تعريف الان للمكذب بالدين، ثم تتفاجأ واذا المكذب بالدين شخص اخر. انت ممكن تقول المكذب بالدين الملحد، المكذب بالدين الذي لا يؤمن بالرسالات، المكذب بالدين، يعني اخبرني رأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم ولا طيب مش وقته هاي. أفرأيت الذي تولى معناته أعرض عن قبول دعوة الله سبحانه وتعالى، مش هيك تولى؟ وممكن وين تعرض؟ بعد ما سمع تولى، أعرض عن، بس التولي مش بس إعراض، يعني بدير ظهره انسى، مش هيك؟ بدير ظهره وبنطلق، ما برجع لكش ولا مستعد يناقشك في الموضوع، تمام؟ تولى. أفرأيت الذي تولى، يعني هذا أمر عجيب، وهذا طبعا ممكن تجدوه في كل مجتمع مش شخص بعينه. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى. إذن هذه أعطى على فكرة ممكن تحتمل معاني كثيرة، هو أعطى جهد والله أعطى أذن بسمع، يعني أنت بتحكي معه وبسمع لك قاعد، ولا أعطى لحظها، ولا أعطى مال في موقف، ما هو دير بالكم، هو اللي عنده عطاء ممكن يعطي جهد برضو، كمان جهد مال بيعطيك أذنه يقبل عليك، تمام؟ في قضية أعطى تحتمل، بصش إن نأخذ وجه واحد. وأعطى قليلا، إذا كان متفاعل مع الدعوة معناته قديش تفاعل؟ شوي. إذا تفاعل أعطى قليلا، وإذا كان الأمر متعلق بجهد برضو ممكن يعطي شوية. إذن هو في عالم العطاء مقل، في عالم العطاء مقل،
أفرأيت الذي تولى؟ إذن هو هاي أول صفة له أو موقف، يعني إنه كلمة الحق بدوش يسمعها، دعوة الله تعنيهوش، بينصرف حتى بيضير ظهره وبنطلق. طيب، وأعطى، إذن هو في عالم العطاء إيش؟ في عالم العطاء مقل، لأنه مش معقول يعني يكون في إنسان ما بيعطيش بالمرة سواء كان بيسمع لك شوية أو بيعطي المال أو بيعطي الجهد أو بيعطي بشك، إنما هو في عالم العطاء إيش؟ مقل. وأعطى قليلا وأجدى، شو يعني أجدى؟ هو مقل في عالم العطاء ويبي في عالم المنع. إيش يعني في عالم المنع؟ صخرة كدية في عالم المنع، بشيك؟ كيف لما نشبه احنا مثلا انسان ممكن نقول فلان لوح شو يعني لوح؟ لا باخذ ولا واعطي، هذا كدية، هذا في عالم العطاء مقل. واما في عالم الامتناع والمنع والمنع عن العطاء ايش؟ صخرة بطلعش منه، بطلعش منه كدية. مش قلنا الكدية شيء كانت؟ كانوا لما بيحفروا وتلاقيهم صخرة صلدة فيش مجال يحفروا أكثر، كدية جمعها كودة، أجدى يجدي. تمام؟ إذن هو ما قالش إنه سبحانه وتعالى أعطى قليلا وامتنع، لا، بس امتناعه ايش؟ فيه شدة وصلادة وصلابة وغلظة، ومش بس هيك، وممكن يكون منظر للمنع، منظر للمنع. والبخل مثلا، البخل في ايش؟ ما احنا قلنا ممكن، وحتى لما بيسمع قليل، ولكن ايش؟ لما برفض صخرة. أفرأيت الذي تولى ضار ظهره وأعطى قليلا في عالم العطاء مقل وأكدى، يعني مثل ما فهمته أعنده علم الغيب فهو يرى؟ بدنا نضع الاحتمالات، إيش الاحتمالات هاي؟ هذه احتمالات التولي، شو سبب التولي، واحتمالات كونه أكدى مجدي، شو الاحتمالات مالكم؟ يعني بدنا نشوف. تمام؟ لأنه مش معقول الآن والإقلال من العطاء كمان، ما هو تولى ومقل في العطاء ومجدي، يعني في عالم المنع إمام، في عالم المنع إمام بشيك أجدى صخرة لوح. طيب، عنده علم الغيب فهو يرى، عنده علم الغيب فهو يرى، طبعا راح تجاوبه اكيد كل البشر انه ابدا ما فيش انسان اصلا عنده علم الغيب، فيش انسان عنده علم الغيب. لا يكون هالموقف هذا لانه عنده الغيب فهو يرى، هو مطلع تماما على علم الغيب مش علم غيب. عنده علم الغيب فهو يرى، طبعا الجواب لا، مش من هاي الجهة أكيد. خلينا نوقف هون. هو الغيب، الغيب مقابل الشهادة في عالم الشهادة وفي عالم الغيب. والغيب غيوب، ايش غيوب؟ مثلا ايش بيحصل الان مثلا في الموقع الفلاني بالنسبة لك غيب، بالنسبة للموجودين ايش؟ شهادة، شك. اذا ممكن في عالم الواقع تجد ما هو بالنسبة لك شهادة
في عالم الواقع، بالنسبة لغيرك إيش؟ غيب. ليش؟ لأنه يغيب عن حسهم، أو يغيب مش عن الحس على فكرة الغيب بس، وبغيب عن العقل، لأنه في مسائل كأنها شهادة أو أقوى من مشاهدة حتى وليست غيب. شوفوا عالم الرياضيات مثلا، عالم الرياضيات في معارف لما أنت بتعرفها أقوى من الشهادة، واحد واحد اثنين، هذا بدهيات عقلية مش هيك؟ بتكفي انك تعتمد على بدهيات العقل بدون ما تجرب حتى في عالم الرياضيات كثير. المهم، فاذا ممكن يكون الغيب لانه غير محسوس. ليش غير محسوس؟ لاسباب كثيرة. ممكن على فكرة غيب غير محسوس بعض الاجهزة عندنا تكتشفه، مثلا زي الان في ترددات في هذا المسجد، الان ترددات لبث تلفزيوني وراديو موجود، هو بالنسبة لكم الان ايش؟ غيب. بس جبنا جهاز وبدينا نلتقط، شو بصير؟ شهادة. واقع موجود، واقع موجود، ولكن في غاب عنا لسبب انه حسنا لا يصل لمثل هذه الترددات، ولا لانه بجوز بعيد عنا، لأنه هذا الواقع. وفي غيوب بالمستقبل بالتاريخ في الماضي، وفي غيوب في المستقبل، وفي غيوب الله سبحانه وتعالى ما أعطاها لبشر، احتفظ فيها عنده. غيوب لا مجال لأنها مختص فيها الخالق، غيوب. تمام؟ بس هو انتم بتعرفوا شو الشيء اللي بيغيب عن حسك او بيغيب عن مثلا عن ذهنك. تمام؟ هذا كله غيوب. هو العلم اليوم ايش بيعمل على فكرة؟ العلم كل ما تطور العلم، شو يعني تطور العلم او المعرفة؟ يعني مساحة عالم الغيوب صرنا احنا صار كثير منها صار شهادة. إذن العلم على فكرة، أو أهم مقدمات على فكرة في العلم، إنك تكون مؤمن أنت إنه في غيوب، والآن بدك هذه الغيوب تحاول تتخذ الوسائل المختلفة للوصول إلها قدر الإمكان البشري. فكل ما عرفت، شو معنات أنت اليوم أصبحت معرفتك أفضل؟ يعني كان امبارح غيب، اليوم أنت بالنسبة لك أصبح معروف وشهادة. فالعلوم، كل العلوم وتطور العلم والمعارف هو كشف لغيوب. لكن يبدو لحد الآن مستحيل حتى في الأشياء المخلوقة إنه نوصل إحنا كبشر لكل الغيوب، لكن هاي العلم بتطور. ولذلك من ميزات المؤمن من أول يوم، المؤمن أنه يؤمن بالغيب. ليش؟ لأنه الإيمان بالشهادة، كل الناس بيؤمنوا بالشهادة، كل الناس بيؤمنوا بالحاضر الملموس. لكن الميزة لمين؟ للذين يؤمنون بالغيب. ولذلك بتجدوا بعض الملاحدة شو اعتراضهم؟ انتبهوا الآن، شو اعتراضهم؟ ما شفناش، ما سمعناش. شو يعني؟ شو ما سمعناش ما شفناش؟ ليش هو حضرتك بتؤمنش إلا بعالم الشهادة؟ يعني فيش غيوب؟ ولا شو يعني علم بتطور؟ شو يعني البشرية كل يوم معرفتها بتزداد؟ هذه لابد انك تكون مؤمن بعالم الغيب. ولذلك يتميز المؤمن بانه يؤمن بالغيب. وسبق قلنا انه المعرفة تؤخذ اما عن طريق الحس او عن طريق العقل او عن طريق الخبر الصادق، وشرحناها. طريق الحس، طريق بدهيات العقل، الخبر الصادق، هذه وسائل المعرفة، للمعرفة والكشف ما يغيب عنك. تمام؟ طيب، إذن بشكل عام، إذن العلم مهمته كشف غيوب، مهمة العلم. طيب، هذا الشخص اللي تولى
ومقل في العطاء وكدية في المنع صخرة. يعني هالموقف هذا لا يكون مبرر؟ عنده علم الغيب، لاحظوا علم ايش؟ الغيب، يعني مكشوف له كل شيء، فهو يرى، وعلى ضوء هذه الرؤية ايش بصير؟ بأخذ موقف. هو اصلا لو كان عنده علم الغيب، او في بشر ممكن يكون عنده علم الغيب على فكرة، كان بيكون هذا في غاية الإيمان والخضوع، لأنه تتجلى له الحقائق كاملة. بس الجواب ما هو معروف هون، لا يكون بس هذا الطرح هذا في حد ذاته. شو المقصود؟ إنه لو كان أصلا عند الناس علم الغيب فيش مشكلة، انتهى الموضوع، وصلوا. هم أصلا الناس بيختلفوا في إيش على فكرة؟ لما بيختلفوا الناس بيختلفوا في الأمور اللي هم مش واصلين فيها، لما بوصلوا للحقائق خلاص بتفق البشرية كلها. ولذلك البشرية في عالم الرياضيات متفقة كلها، البشرية في عالم الرياضيات متفقة كلها، لأنه عالم الرياضيات عالم حقائق. الجذر التربيعي لـ 16 أربعة، كل البشرية بتؤمن فيه. هو أربعة؟ أربعة. طيب فالمهم فيش مجال، ولا بصير اختلاف، ولا بصير أحقاد، ولا بصير معسكرات، ولا بصير. بس هذا بس إذا بتلاحظوا الاختلاف المؤدي إلى حروب وشحناء وبغضاء وإلى آخره في العلوم الإنسانية اللي بسموها إنسانية، اللي الحقائق فيها بسيطة ومش واصلين فيها لنتيجة، إحنا في الفلسفات وفي وما يترتب على الفلسفة إلى آخره. عشان هيك أما عمرهم ما بيختلفوا البشر وبتقاتلوا في لا في فيزياء ولا في كيمياء ولا في رياضيات ولا في غير من هاي العلوم اللي فيها حقائق. بتكون كل ما اتسعت الحقيقة التقى البشر وتحيدت الفلسفات. كل ما البشر توصلوا للحقائق، لاحظوها شو بصير؟ يتحد البشر وبينتفي الخلاف وما ينبني عليه. لذلك كل ما تعلمت البشر على فكرة وتطورت العلوم يفترض انها تلتقي البشرية. انظر لتاريخها قديما وتاريخ البشرية اليوم، معارفها زادت، حقائق بين ايديها كثير، صارت اقرب لبعضها، صارت تفهم الخلاف وتعرف اساس الخلاف كمان. ليش؟ عنده علم الغيب فهو يرى، كان انحلت المشكلة الآن. فهو يرى، أرى أنها بتحتمل أمرين، يعني عنده علم الغيب فهو يطلع ويرى الغيب، مشاهدة معاينة، وإذا وصلنا للمعاينة خلصنا. وعلى ضوء هذا الكلام هو بيتخذ مواقفه في إيش؟ في التولي أو في الإقلال من العطاء، يعرف وين يعطي وين يجدي. لو قصته هيك كان فيش مشكلة، لأنه عنده علم الغيب. الغيب فهو يرى، إذن أو فهو يرى، يعني رأيه ينبني على علم الغيب اللي عنده. هاي صار عندنا يرى إيش؟ يعني الغيب عنده فهو مكشوف له فيرى ويتصرف، أو لأنه يرى علم الغيب أو عنده علم الغيب فهو فرأيه يبنى على إيش؟ على هذه المسألة، على كونه مكشوف له الغيب. إذا على هيك كان مش رح نختلف، كان الحقائق عنده وكان وصل، كان الحقائق عنده وصل. وهيك البشرية كل ما وصلت على فكرة، فرصة الإسلام الآن كل ما البشرية ارتقت في علومها وصارت الحقائق يعرفوا إنه معناته هذا هو جاء دور الإسلام، خلاص بصير كل شيء مكشوف، وبيبدوا يتأكدوا يتحققوا انه والله هذا هو الدين، ما هو هاي تشريع الخالق يا سبحان الله. تمام، وهذا اللي بصير قاعد. تمام، عنده علم الغيب فهو يرى، ام ما هو اصلا مش ممكن يكون في بشر عنده علم الغيب، فعلى اي اساس بنى موقفه؟ اذا اصلا مستحيل،
يكون عنده علم الغيب. وهذا كل الناس بتسلم فيه اليوم، انه فيش بشر عنده علم الغيب حتى يبني مواقفه في التولي والاقلال من العطاء، وما اسهل ما يمنع ويجدي. خلصنا هذا الاحتمال، مش وارد، هذا مش مسوغ له، مش لانه مش ممكن. ام هو اذا هو عنده ام لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، ولا لا يكون مش واصله، لاحظوها، ولا لا يكون مش واصله رسالات من الخالق. ما هو على مستوى، دققوا معي، على مستوى إلمامه بالغيب مستحيل. معناته ظل الآن بدنا نشوف إيش الخالق الذي خلق الغيوب، خلق عالم الشهادة وخلق عالم الغيب كل هذا. الآن رسالات، لأنه على فكرة إذا بده يعتمد على بدهيات العقل اللي الله خلقها برضو فيش مشكلة. إذا بده يعتمد على بدهيات العقل، ما احنا قلنا المعرفة إما بالحس أو البدهيات العقلية أو الخبر الصادق. والوحي احنا لازم نثبت انه هذا الوحي صادق بالنسبة للخالق، فلما يكون الخالق اللي خلق كل هذا ويتكلم معنا بدنا نثبت. احنا قلنا كل الأديان اللي على الأرض الآن اللي بيخترعوها البشر واللي بتزعم انها من وحي السماء، فيش دين بيستطيع ان يثبت علاقته بالخالق اللي خلق، فيش. وهذا من رحمة الله، إلا الإسلام. ولذلك احنا نقبلش من المسلم إلا يكون عنده دليل ويثبت أن الإسلام من عند الله، بدنا الدليل. هذه أولا، تمام. أم ولا مش واصلوا رسالات، مش واصلوا رسالات، أم لم ينبأ. ينبأ، وسبق وجيد نذكركم بالنبأ والخبر، وقلنا بأنه ليش بيسموا وكالات أنباء مش وكالات أخبار. الأدق أنه يقول وكالات أنباء لأنه نبأ فيه انتقال من مكان لمكان، نبأ فيه انتقال من مكان لمكان، فالأنباء هي ما ينقل من أخبار من إلى، فالوكالة مهمتها إيش؟ تنقل الخبر من إلى، فهي أنباء. ومش صحيح اللي بيقولوا إنه النبأ يعني الخبر العظيم. عما يتساءلون عن النبأ، هاي وصفه عظيم. لو إنه نبأ لحاله عظيم ما يقال النبأ عن النبأ العظيم، مش هيك؟ فهو النبأ إذن فيها إيش؟ وعلى فكرة النبي قد تكون مأخوذة من نبأ أو من نبوة. نبأ إذا أخذت من نبأ، لأنه إيش مهمة النبي؟ ينقل الخبر من الله إلى الناس، من الله إلى الناس، أو من نبوة اللي فيها معنى العلو، العلو، لأنه شأن الأنبياء إيش؟ شأنهم عالي، نبوة، بشك فيها علو وارتفاع ورفعة، نبوة. ممكن يعني مشتقة تكون النبي، نبيء، فممكن قراءة تروح هون وقراءة تروح هون، بشك النبيين، النبيين تقرأ النبيين، بشك. طيب فهو نبيء، وهو لا، ما هو النبأ إيش هو؟ النقل من نبأ، نقل من إلى، من مكان إلى مكان. وإنما الخبر فيه دقة في الوصول إلى عمق الأشياء. كيف الخبير؟ الخبير بيعرف إيش في العمق، الخبير. بس النبأ فيه نقل من إلى، تمام، مكان لمكان. أم
لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. إيش الصحف أفكار؟ الصحف مسألتين. المسألة الأولى انبساط وتسطح. انبساط وتسطح بسموها صحيفة، وهذه الصحيفة ممكن تكون حجر، ممكن تكون ورق، ممكن تكون مشيك جلد إلى آخره. في انبساط وبتصير سطح هيك منبسط، هذه اسمها صحيفة. تجمع صحف وصحائف أو من ذهب ومن فضة إذا بدك وحديد وزنك وإلى المهم يكون فيه إيش. ولذلك كانوا شو بيعملوا الناس؟ كانوا ببسطوا بسطحوا مشان يكتبوا، فسميت صحيفة. إذا عرفنا ليش سميت صحيفة؟ لأنه كانوا هم ببسطوا الشيء، لأنه فيه بسط، ببسطوا الشيء وبيسووا بسطحوا بيعملوا سطح مشان يكتبوا عليه، فصارت تسمى صحيفة. وعلى فكرة صار عادي يؤخذ منها من صحيفة. مثلا لما نقول التصحيف، التصحيف اللي هو الخطأ، الخطأ تصحيف صحف أخطأ. ليش صارت تعني الخطأ؟ لأنه في فرق، وجدوا من تجربتهم أنه في فرق بين من يأخذ العلم عن العلماء وبين من يأخذها عن الصحف. مين اللي بيكسر خطأه؟ اللي بيعتمد على الصحف ولا يأخذ من العلماء، هذول يكسر خطأهم. فصار الخطأ يسمى تصحيف. تصحيف تمام. أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، مع أنه في سورة ثانية إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. قدم مين؟ إبراهيم عليه السلام. طب هون أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. طيب نيجي هناك نشوف ليش قدم إبراهيم عليه، يعني من احتمالات إن هذا، يعني الذي ذكر لكم في السورة، إن هذا، لذلك القرآن على فكرة موجود في الصحف السابقة، إن هذا في الصحف الأولى، هاي صحف جمع صحف، في الصحف الأولى صحف إبراهيم. شوف الأولى، أني اللي أقرب للأولى، أني اللي أبعد؟ إبراهيم. فبدأ بإبراهيم لأنه عم بتكلم عن الأولى البعيدة، بتكلم عن الأولى البعيدة. إن هذا لفي الصحف الأولى، معناته لازم يبدأ بمين؟ مش معقول يقول موسى وإبراهيم، ما هي اللي قبلها إبراهيم، وإبراهيم قبل أقل شيء قبل بأربعمائة خمسمائة سنة من موسى، أكثر من خمسمائة سنة من موسى أكثر. تمام، لو قلت ستمائة بزبط برضو، وفي ناس أبعدوا كثير كمان. وإنما هون أم لم ينبأ، يعني هو مش واصله، والأصل اللي يوصله إيش؟ الأقرب. كيف واصلكم القرآن مثلا؟ لأنه أقرب شيء القرآن، أبعد التوراة أو الإنجيل، أبعد التوراة. هون الكلام أم لم ينبأ، مش واصله، يعني لم ينقل إله، وإذا بده ينقل بينقل بالدرجة الأولى إيش؟ الأقرب. ومش بس الأقرب، على اعتبارها الشريعة اللي جاء فيها موسى عليه السلام شريعة تفصيلية، تفصيلية يعني ثرية، على ضوء لمين جاي أصلا، لأن الأمم تطورت. ما هو أيام إبراهيم عليه السلام تقريبا في بداوة، شو بلزمها البداوة؟ يعني تقولوا لي منين جبت بداوة؟ اللي هو يعقوب، ما هو حفيده لإبراهيم عليه السلام يعقوب، مش هيك؟ وشو قال يوسف؟ وقد أحسن بي، يعني الله أحسن بي، إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو
من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي جاء بكم البدو. إذا الحفيد ولا يزال بدو جاء بكم من البدو، تمام. فبالتالي جت شريعة موسى عليه السلام تفصيلية. وبالتالي أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى؟ إيش ليش هذه الصفة إبراهيم الذي وفى؟ شو علاقتها بالسياق؟ لاحظوا، وفى ووفى وأوفى. أوفى هو التوفية فيها تمام وكمال. حتى لما بيقولوا بلاحظ مرات قالوا هذا الثوب وافي، شو يعني وافي؟ جاي كامل تام بالنسبة لهالشخص، لا زيادة ولا نقصان، وافي. ولما يوفي دينه، لما يوفي دينه يعني أعطى الدين بالكمال والتمام، ما نقصش ولا إشي. وحتى بجوز كمان قال له شكرا لك، الله يبارك فيك كمان، هاي مش بس أعطاه المبلغ كان، تمام. لذلك وإبراهيم الذي مش وفى، وفى أبلغ، معناته إبراهيم عليه السلام. لاحظوا ما هو أول ما وردت كلمة إبراهيم على فكرة في القرآن الكريم في حدود الآية 124 من سورة البقرة أول ما وردت. لاحظوا وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. شوف أتمهن، إذن كلف إبراهيم عليه السلام بتكاليف أتم، ومش بس أتم على أحسن صورة، وفى. وإذ ابتلى، دققها، أول ما ذكر إبراهيم في القرآن الكريم عليه السلام، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. انتبهوا، نتيجة أنه كان التكاليف كان بها كاملة، شو قال له؟ قال إني جاعلك للناس إماما. إذن هذول اللي بنطوا بصيروا بدهم يكونوا أئمة للناس وهم بسوش، قايم أنت قايم بالأمور على أفضل وجه. شوفها، شوف جمال هون، فأتمهم. الآن أنت مستحق أن تكون إمام وقدوة. إذن معناته لاحظوا، الآن تستحق أن تكون إمام وقدوة، يفترض يكون أفضل الناس في القيام بالتكاليف حتى يكون إمام وقدوة، مش هيك؟ إذن فأتمهم، قال إني جاعلك للناس إماما. انتبهت وين؟ أما بتقولوا لي طب ليش ما ذكرش إيش هي الكلمات؟ لا، هو مفهوم إنه هو تكاليف كلف فيها، بغض النظر إحنا المسألة مسألة المبدأ، بغض النظر إيش التكاليف اللي قام فيها، إنما وهيو وإبراهيم الذي وفى، يعني إبراهيم القدوة. هو مش واصلكم ما في صحف موسى التفصيلية، وكمان ما في صحف إبراهيم، هي إبراهيم في صحف كمان، الإمام القدوة الذي وفى. لأنه لابد على فكرة، ما هو الدين مش بس مجرد نقول مبادئ نظرية، مبادئ نظرية طب التطبيق العملي ما بدها. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. لذلك هو الصورة، الرسول صلى الله عليه وسلم هو الصورة الحقيقية للتطبيق العملية لتطبيق القرآن والإسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة. طيب، أم لم ينبأ، لكم مش واصله، معناته القضية اللي بدها تذكر على فكرة الآن، القضية اللي بدها تذكر هي قضية موجودة في كل الأديان، يعني التي لا تختلف من شريعة إلى شريعة ولا من أمة لأمة، لأنه في شرائع على فكرة، في شرائع ممكن تصلح لأمم لا تصلحش لأمم ثانية. نفرض يعني أنه الأخ كان يتزوج أخته أيام آدم عليه السلام، كان بعض الناس كن قالوا الله هو أكبر يتزوج أخته مش معقول، فبحثوا لها عن طريقة ليش لهم، هو الحلال والحرام على ضوء إيش؟ شو الله سبحانه وتعالى شو بقول لك؟ هذا حلال هذا حرام،
اللي محرم ابتداء الأم، بعدين مثلا الأخت، بعدين العمة والخالة، وبعدين لا هذاك من أصله كمان البنت والأم، ما هو صفة، ما هو صفة أبو، ما هو برضه البنت هو أبو، فهذه العلاقة طبعا من أولها هاي. تمام. المهم طيب، إذا التشريعات ممكن حسب البشر وين واصلين. إيش يعني بالله أمم ما بتعرف حتى البيع، تيجي تقعد تكلم لهم عن الربا؟ بيع ما بيعرفوش، بيروحوا هالقبائل بتصيد مع بعضها وبوزعوا على بعض، وما بيعرفوش لا بيع ولا شراء. تيجي تقول ممنوع الربا وتصير تقول لهم أحكام الصرف، صرف إيش وفي نقود هو، أو أجي أتكلم عن أحكام الصرف في أمة ما بتعرف إلا المقايضة. جاء الإسلام عادي في 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 الوقت اللي بلغت البشرية فيه رشدها، وجت الرسالة الكاملة الآن. ما الكمال، الكمال ليش برضو؟ لأنها آخر رسالة للبشرية إلى يوم القيامة. طب معناته في نقص سابقة؟ لا، ما هوش نقص، هو ملائم لما، لأنه كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، فهو ملائم إله. فالنقص جاي من جهة إيش؟ إنه شو حاجة هذا الإنسان تنشرع له، مش إنها هي الشريعة ناقصة، هو شو بيحتاج اللي بدنا نشرع له. فكل الشرائع القديمة بدها تكون ملائمة لمستوى الناس الحضاري وين واصلين. زي ما قلنا بيعرفوش نقود تحكي لهم عن معاملات الصرف، صرف العملة يعني، مش معقول. فبالتالي معناته الكلام اللي بده يقال الآن، اللي بده يقال الآن، هذا من أيام آدم لحد آخر نبي بده يكون اللي هو صلى الله عليه وسلم، كله هذا المبدأ يجب التزامه من الكل، أو أنهم يعرفوه. شو كان في هذه الصحف؟ إذن شو مناسبة ذكر الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى؟ إنه كانت بارزة في هذه المبدأ، وأيضا أنتو وأغرب الغرائب اللي شفتها من بعض أهل التفسير، بعضهم زعم إنه هذا شريعة الأمم السابقة وليست شريعتنا. إيش هو جايب لك الصحف الأولى كلك مشان أنت تقول هاي منسوخة وهذه شرائع الأمم السابقة؟ قال هاي شريعة الأمم السابقة. طيب احنا، ثم هو بتكلمك عن مبدأ، راح نشوف شو هو المبدأ. تمام. أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى؟ وفى. والغريب انتو، ما هو أصلا هذا الذي أعطى قليلا وأكدى، هذا ما وفاش. اللي أعطى قليلا وأكدى وفى، هذا الذي يقل في مقل في العطاء ومبالغ في المنع، هذا موفي. طيب ايش كان فيها الصحف؟ ألا تزر وازرة وزر أخرى، أنه يعني هيك، ألا يعني أنه لا تزر، شوف أنه القانون، لا تزر وازرة وزر أخرى. نشوف الوزر، سبق تحدثنا فيه، هو فيها معنى الثقل، ولكن أي ثقل؟ الثقل المحمول اللي في حدا حامله حتى يسمى وزر، مش أي ثقل. أنت شاحنة واقفة على الأرض ما هيش وزر، هاي شاحنة ثقيلة كذا طن واقفة على الأرض، جبل، هذا مش وزر. بس الجبل اللي فيه مغارة ضخمة وهذا وزر، كلا لا وزر، ملجأ. ليش؟ لأن فيه ثقيلة من جهة الحماية، وزر. مش القرآن قال كلا لا وزر؟ يعني فيش شي بلجأ، فيش ملجأ، ملجأ بس إلها علاقة. إذن وزر مش وزر. فالوزر ثقل، ولكن هذا الثقل حتى يكون وزر شو لازم يكون؟ محمول. معناته اللي حامله شاعر بثقله، اللي حامله شاعر بثقله، حامله
حتى يسمى وزر. وكما سبق قلنا الوزير ليش سموه وزير؟ لأنه بيحمل ثقل دم الرئيس. ثقل الدم الرئيس. قال يعني زمان بقوا يقولوا الوزير، قال لأنه بيحمل هموم الناس وأثقاله حامل هم، وصار الوزير زي ما قلنا في أيام البشر اليوم في الدول المختلفة، صار الوزير إيش بده يصير وزير مشان يتخفف. طب ما يغيروا اسمه، بلاش يسموه وزير. هذاك بقى يحمل، الوزير يحمل أو من ضمن ما يحمل ثقل الدم الملك مثلا اللي هو. إذن في ثقل تمام ومحمول، إذا مش محمول وعلى الأرض ما هوش وزير تمام. طيب إذن وزارة زي حمل يحمل حملا، وزارة يزير وزرا، حمل يحمل حملا، وزر يزير وزرا. إذن الوزر حمل، الوزر حمل. أما كلا لا وزر هذاك ملجأ، ولكن كيف بده يكون ملجأ بدون ما يكون له ثقل حقيقي اللي يحمي يعني تمام. طيب الآن ألا أنه لا تزير تحمل وازرة، ليش قال ليش ما قال سبحانه وتعالى ألا تزير يعني تحمل؟ بس هون معناته في غالبا هذا شو المقصود فيه الاسم الآن، طالما الآن الموضوع ثقل هون أي ثقل هذا، هذا معناته الاسم، الاسم الاسم ثقيل ثقيل. وأكبر المجرمين في الدنيا مش شاعر على فكرة، بكون الشاعر المثقيل ولكن الحساسين اللي عندهم حساسية وتقوى الصغيرة بتثقلوا، الصغيرة بتثقلوا. هذاك مش داري، بعدين بدري، بعدين بدري بيجي وقت يدري إنها ثقيلة. الآثام يبدو الغالبية العظمى من البشر لابد أن تكون حاملة. أنو اللي مش حامل؟ أنو اللي بيحملش؟ مين بيحملش؟ كل الناس بتحمل، انسوا الأنبياء الآن والكذا الأخير، حتى هذولاك الله سبحانه وتعالى شو قال للرسول صلى الله عليه وسلم؟ ووضعنا عنك وزرك. كان له هموم، كان له هموم الرسول صلى الله عليه وسلم، هموم في تبليغ الدعوة ثقيلة عليه، ثقيلة كانت الهموم هاي، وبلغت وما بلغتش من حساسيته. بس في ناس أثقالهم شيء، أثقالهم آثام، وهون أثقال الرسول هموم، هموم التبليغ. وناس آمنت وما آمنت، وأبصر أنا مع الله تمام ولا لا، اللي بيكونوا حساسين هاي ثقيل. فقال له تخافش، قال الرسول تخافش خلص غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يلا هاي وضع عنه وزره روح انت مغفور لك كله اللي بالماضي وحتى اذا في المستقبل كله مغفور. مشان شو؟ لانه الرسول حساس كثير ودائما شاعر بالهموم في هذه المسألة تمام. طيب الان الا تزيروا ما بتحملش وازرة، طب ليش سماها وازرة؟ ما هي حاملة هيها، وازرة هاي حاملة، لا لأنه كل البشر حاملين. أنو يعني مش حامل؟ لا تزر وازرة حامل، ما هي حاملة يعني كأنه والله ناقصني أنا ماني حامل. لا تزر وازرة حاملة، ما هي حاملة، كله حامل آثام. بس عادي مختلف. وزرة حمل أخرى، ليش مؤنث؟ لأنه الكلام عن النفوس، الكلام عن النفوس. لا تزر يعني نفس، وازرة يعني حاملة، حمل نفس أخرى.
بس حمل طبعا اللي هو طبعا احنا قلنا وين انت منسميه وزر لما يكون ثقيل محمول، فقاعدين احنا من 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 بسطها من كل حمل الان لا تزروا فهمناها تحمل الثقل هذا وازرة يعني حاملة ثقل ما هي وزرة الحمل اللي حامله نفس ثانية بتحملش كيف بتحملش كيف بتحملش النفس الوازرة وزر أخرى إذا كان الوزر الأخرى انتبهوا هاي مهمة إذا كان وزر الأخرى هو وزر بخصها وفيش لك علاقة معها لأنه ممكن تحمل أنت من وزرها إذا في علاقة اللي هي مقاصة مقاصة الحقوق مش في مقاصة في علاقة ولا ما فيش مش فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته طيب لما تفنى حسناته وظل عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه مش هيك أتدرون من المفلس الحديث إذا في مقاصة إلك وعليك ما ظلش حسن أنت بتدفع من حسناتك بكرة يعني مثلا يعني العملة الصعبة يوم القيامة الحسنات طب ما في ناس ما بتظل لهم مش حسنات من كثر ما في حقوق عليهم والعمل طب ما هي عدل هاتوا يا أصحاب الحقوق من أوزاركم ونحط عليه إذا معناته هي وين أنت بتحملش النفس الوزر وزر لحظة وزر نفس أخرى وزرها الخاص فيها بتحملوش وزرها الخاص إما في علاقة ومقاصة بتحمل أن لا تزروا وازرة وزرة أخرى إذا هذا الوزر خاص بالأخرى الوزر الخاص بالأخرى ما بتحملوش أي نفس ثانية هو طالما خاص فيك أنت اللي بدك تحمله طب صارت علاقة بيني وبين الناس يوم القيامة في مقاصة يعني بصير تبادل في المقابل وشوفوا هاي قضية الآن اللي جايين منها هذه برضو في المقابل ألا تزر وازرة وزر أخرى هذا اللي كانت المبادئ الأساسية هذه ما موجودة في كل الشرائع اللي الله نزلها كله كان ينزل ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن هاي القضية الثانية ليس للإنسان إلا ما سعى هون هاي خاضوا فيها طويل واختلفوا بدنا نقول باختصار ايش يعني لحظوا وأن ليس للإنسان إلا ما سعى دققوا معي الآن لأنه هاي قضية خاضوا فيها طويل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى لأنه مرات بيجيك على فكرة هدية إحنا لما بيجي ميت ومنصلي عليه ومنستغفر له هذه ببلاش يعني هو الله كلفنا نصلي عليه ليش إذا بيستفيدش هو إذا بيستفيدش ليش ولما نسأله الرحمة إذا كان إن كان محسنا فزيد في إحسانه كمان وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيء أيوه بيستفيد مش هيك وممكن أنت على فكرة بالنسبة للميت تتصدق عنه بيستفيد وارد وتدعي له أصلا والذين جاءوا من بعدهم يقولون إيش ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا طب هو بدنا ندعي لهم بالمغفرة بيستفيدوش هم ولايش بندعو ليش بندعي لهم احنا تفاصيل ليش بنصلي عليهم ليش بنتصدق عنه ليش حج عن امك قال الرسول صلى الله عليه وسلم مش هيك تفاصيل مش وقته الان واذا ايش وان ليس للانسان شو دققوا معي الان الاشي اللي بخصك انت وبخصش غيرك دير بالك سعيك شوفها سعيك إلك انتبهها سعيك إذن هون
وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، يعني ما يختص به الإنسان وحده، ما يختص به الإنسان، دققوا هون، ما يختص به الإنسان وحده سعيه. فإن كان في شيء بده، إذا كان في له علاقة بالآخرين هذا موضوع ثاني، الكلام عما يختص به الإنسان. أنت بتختص وحدك بإيش؟ طب حتى أقرب لكم الصورة، شو يعني إنا لله؟ طب بلاش، شو يعني لله ملك السماوات والأرض؟ يعني الله بيملك السماوات والأرض بس هيك المعنى؟ لله ما في السماوات وما في الأرض، يعني بس بيملك السماوات والأرض، ولا هو وحده اللي بيملك السماوات والأرض؟ أما إذا بتقول لي الله بيملك السماوات والأرض، طيب ما في بقول لك بيملكها بس في له شريك ها؟ في شركة؟ لا، هاي معناها وحده، هاي ولا هاي لا من اختصاص، هاي الملك والاختصاص. إذا ما يخصك أنت وحدك سعيك، شوفها. ولذلك في ما في ناس بيفهموا إيش، طب إذا ناس أعطوه، طب شو علاقته هاي؟ هو بده يتكلم هون في الآية عن إيش؟ ما يخصك وحد، دير بالك، ما يخصك وحدك سعيك. طيب ما هو اصلا انا ممكن اصلي لحالي، واذا صليت مع جماعه بيختلف، هاي مع وجود الجماعه اختلف، حتى السعي نفسه مع الجماعه اختلف، ثواب اللي بيصلي مع الجماعه زي اللي بيصلي لحاله. فسعيك ديروا بالكم، سعيك اللي بخصك. كمان مره بليش بكرر، مشان لانه هاي خاضوا فيها كثير، مشان بنحاول يعني نحل الاشكال على ما يبدو. اللي بخصك وحدك وبخصش غيرك دير بالك سعيك. طيب اذا انا اللي بخصني فقط سعيي، طب واذا حدا هداني اشي ماشي فيش اشكال، انا احنا بنتكلم لك عن اللي بخصك وحدك، اللي بخصك وحدك سعيك. اما اذا في حدا بده يهديك يهديك، اللي بخصك ملكك، اما اذا في حدا بده يهديك شو المانع؟ اللي بخصك وحدك هذه الارض مثلا، انت ملكك هيك، هذه الارض لك، او الاقوى من هذا لك هذه الارض، شوفها مش هذه الارض لك، لك هذه الارض، وان ليس للانسان الا لك هذه، يعني لك ومش لغيرك. ها طيب اذا هاي الارض الي، طب واذا ناس تبرعوا لي فيش اشكال، واذا في ناس اهدوني برضو فيش اشكال، وإذا جيراننا تنازلوا عن الأرض اللي بجنبها برضو فيش إشكال، بس دير بالك ها، اللي إلك إلك لوحدك لوحدك سعيك، مشان ما يصيرش يقولوا لي. ما هو زي هناك، زي هناك، ألا تزروا وازرة وزرة أخرى، اللي بخص الأخرى ما ليش علاقة فيه، بحملوش أنا، اللي بخص الأخرى ما بحملوش، لكن إذا في علاقة مشتركة صار في مقاصة. وهون اللي إلك بس سعيك، هذا اللي إلك وخاص فيك سعيك. طيب وإذا تبرعوا لي في، وبالتالي ثبت أصلا في الأحاديث الشريفة. طيب شو المعنى إذا صفى بهذه الطريقة؟ شو المعنى صفى بهذه الطريقة؟ صفى كالتالي: أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأجدى أعنده علم الغيب فهو يرى؟ أنتوا بتجاوبوا إيش؟ لا، هذا الاحتمال مش وارد. أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى؟ هو مش عارف، يعني هو بتصور إنه بيستطيع يتصرف زي ما بده، يتولى ويقل من العطاء وما أسرع في المنع، بتصور إنه هو ليش مش بالغه؟ ايش اللي مش بالغه؟ اللي هو معروف اصلا في كل الرسالات، واللي معروف في كل الرسالات جاءت به كل الرسالات، هو مش فاهم انه راح يتحاسب، انه اولا مش هو وحده اللي بده يحمل وزره، دققوا معي، واللي له خاص في سعيه بيمنع بيعطي له، راح بتولى لاحظ بتولى بحساب الوزر، بيقبل بحساب ال، يعني ما واحدة من تنتين، يا بيكون
له سعيه أو في عندنا وزر. يعني قضية مش مخير أنت فيها يا شاطر، بده كله يا وزر يا أجر، غير هيك ما فيش. إلا إذا مطلع على الغيب بالكامل وبتتصرف على أساسه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم. ألا تزر، شو المنبأ؟ اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.